نروح للفعاليات الاخرى اللي معانا، وهي فعاليات ثقافيه اللي تم تنظيمها في الويكند اللي فات ده على طول، ومنها ندوه كانت شعريه جميله جدا تحت عنوان تحيا او نحيا بالحب في اهل مدينه نصر تحديدا. واعتقد التايتل حلو، نحيا بالحب جداً، ده حقيقي جداً. والله ده المفروض، ده اللي المفروض يكون. اه يعني نظمتها هناك لجنه المراه، كانت تحت اشراف اللجنه العليا طبعا للجان والاداره التنفيذيه. خلينا نتابع. احنا كأعضاء لجنة المرأة تحت طبعا رئاسة الأستاذة أنهار أنديل رئيسة لجنة المرأة مقرر داليا دكتورة داليا، بنقعد مع بعض بنعمل اجتماعات بصفة دورية علشان نشوف الاجتماع بتاع الثلاث شهور اللي جايين هنعمل ايه في الخطة بتاعتنا بتاعت العمل، وبنختار كذا ايفنت جداد. الايفنتات دي بتكون بنحس ان هي هتجمع الناس وهتعجبهم، وفي نفس الوقت بندور على حاجات جديدة، وعندنا بقى كونكشنز وكوميونيكيشن بنقدر بقى ان احنا نجيب الناس فتقدر انها تمتع النادي بتاع اعضاء لجنه الاهلي، وخصوصا طبعا المراه يعني لان احنا بنهتم بيها. ففكرنا ان احنا محتاجين نعمل حاجه جديده ما عملناهاش قبل كده، فكانت الفكره بالامسيه الشعريه وفي نفس الوقت مصحوبه بالشعر يبقى مصحوب بالميوزك، فعشان كده تواصلنا معاهم فقدرنا الحمد لله دكتوره جيهان وكذا حد من اعضاء لجنه المراه قدروا ان هم يتواصلوا للاستاذ ابن احمد بهجت قمر، ابن احمد بهجت، وجي بيعزف بيكلم على الشعر، وفي حد كمان عازف للجيتار، والحمد لله الامسيه جميله وفي ناس كتير قوي حضرها هي الحمد لله، وهي اول مره تتعمل يعني في النادي الاهلي عن طريق لجنه المرأة بتاعتنا. الاول المقترح ان احنا نقدم في عيد الحب رساله حب بين النادي الاهلي كعادته، انه هو يعني نادي انا بسميه نادي الكون مش نادي القرن يعني، فكنا لازم نقدم رساله حب لجمهور النادي الاهلي، وخاصه ان الحب فيه اليومين دول بعض المقولات وبعض المداولات الكتيره اللي ممكن ان هي يتزود الحب يا تقلل الحب، فكان لازم ان احنا ندي ندوه شعريه بين الكلمه الناعمه وبين او القوه الناعمه وبين النغم الاصيل وبين الكلمه القويه وقوه الكلمه وتاثيرها على الانسان، فكانت بصراحه في تناغم، فقررنا ان احنا نجيب ممثل القوه الناعمه وهو ممثل لوزاره الثقافه دكتور هاني كمال، وهو من الفنانين اللي حافظوا على تاريخهم وحافظوا على احترامهم وتقديرهم، واعماله كلها لها قيمه كبيره جدا. في قمه الفخر والسعاده ان انا موجود في اكبر صرح عربي، صرح عظيم كلنا نشأنا على مبادئه واخلاقياته، النادي الاهلي مصدر السعاده والفرحه للشعب المصري والعربي في كل مكان. لما جات لي الدعوة من لجنة المرأة لحضور الصالون الرائع واتكلمنا عن الحب بكامل معانيه والحب بقى بتفاصيله الصغيرة، والندوة كانت بعنوان أو اللقاء كان بعنوان نحيا بالحب، احنا فعلا يعني نحيا بالحب أولا، حبنا لله سبحانه وتعالى وحبنا لبيتنا الصغير وحبنا لأصدقائنا وأحبابنا وحبنا لوطننا الكبير اللي هو الحب الأكبر بقى اللي هو الوطن الأكبر. النادي الأهلي بالنسبة لنا مش مجرد نادي بنحبه وبنحب فريق كورة فيه وبنحب كل الرياضات فيه، لا، النادي الأهلي رمز صغير كده للوطن الكبير، والحقيقة إن النادي الأهلي جزء من أسباب فرحتنا في بشكل عام في الحياة، لأنه بيخلينا في لحظات صعبة جدا عندنا الدافع والعزيمة إننا نقدر وإننا ممكن نتخطى حاجات يعني طموحة قوي أكبر حتى من الإمكانيات العادية. في الأول طبعا أنا بشكر النادي الأهلي وبشكر أمانة المرأة إن هي سمحت لي بالفرصة ديت إن أنا أتواجد في وسط الكوكبة الجميلة ديت، الأستاذ هاني والأستاذ محمد والأعضاء الجمال جدا، وكان فعلا يوم جميل وأنا استمتعت بيه يمكن أكتر ما هم استمتعوا، لو كان الأعضاء استمتعوا إيراد أنا استمتعت 24 إيراد، لأن أنا فعلا أحب التواجد في الجو الجميل دوت مع الناس المريحة نفسيا أعضاء النادي ومع الصحبة الجميلة دي، كان يوم جميل فعلا أنا اتبسطت فيه حقيقي يعني.